حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، هل فكرت يوما أن تزور شخصا فقط لهدف واحد هو الحب في الله عز وجل؟ للأسف أحبتي في الله، أصبحنا اليوم ماديين زيادة عن اللزوم، أصبحت العلاقات مادية، وهذا ما يساهم في تعاسة المجتمع، لم يعد هناك سعادة. المتحابون في الله عز وجل لهم منابر من نور يوم القيامة، المتحابون في جلال الله عز وجل، في رضوان الله، ينصب الله لهم منابر من نور. الحقيقة سبب هذه الحلقة أن أحد الأحبة الأصدقاء ذكرني بهذا الموضوع عندما ذهب، يعني حكى لي ومضى أو قصة قصيرة، تكبد عناء المسافة، كان راجعا إلى منزله وفضل أن يزور أخا في الله، والحقيقة المواصلات صعبة كانت بالنسبة له، يعني في حال أنه زار هذا الأخ ستصبح المواصلات صعبة، كان بإمكانه أن يبقى في نفس وسيلة النقل ويصل إلى بيته، ولكنه فضل أن يذهب مسافة بعيدة من يعني عشرات الكيلومترات ليصل إلى هذا الشخص. المهم، هيأ الله له من يعيده إلى بيته بأسرع وأفضل مما كان يتصور، وأفضل مما لو كان أخذ مواصلات عادية. طيب، السؤال هنا أيها الأحبة، يعني الحب في الله، ما هي علامات الحب في الله؟ ما هي فوائد الحب في الله؟ نحن فقدنا هذا الأمر للأسف بسبب العلاقات المادية والمصالح المادية المدمرة. أن تحب شخصا لله فقط دون أي مصلحة، دون أي هدف، هذا ما يساهم في وصولك لقمة السعادة. أيها الأحبة، نحن فقدنا هذا الإحساس، إحساس الحب في الله، فقدنا أنك تؤدي خدمة لشخص فقط محبة في الله، فقدنا أنك تساعد شخصا لله فقط، أن تزور شخصا فقط لا تبتغي إلا وجه الله. للأسف بسبب ضغط المعلومات الذي نعيشه اليوم، تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت والأشياء التي نشاهدها، لوثت دماغنا، لوثت أفكارنا، ابتعدنا كثيرا عن السعادة الحقيقية. لذلك والله أيها الأحبة، المتعة الكبيرة التي يمكن أن تعيشها وتشعر بها أن تحب شخصا في الله عز وجل، أن تزور شخصا فقط من أجل الله، ليس عندك أي هدف أو مصلحة، لأنك أحببت هذا الشخص في الله. والنبي أمرنا أن نخبر من نحبهم في الله أننا نحبهم في الله، لأن هذا أيضا نوع من السعادة. الحقيقة أحبتي في الله، هناك تجارب قام بها علماء مؤخرا على تأثير الكلمة الطيبة، وجدوا أنها تحرض في مركز السعادة إطلاق كمية من هرمون السعادة، فيشعر الإنسان بالسعادة عندما يتلقى كلمة طيبة. بحث آخر درس على عيادة المريض، عندما تزور مريضا يساهم هذا في شفائه أكثر، ويساهم أيضا في تنشيط النظام المناعي لدى من يزور هذا المريض، لأن عملية التعاطف هذه تحرر في الدماغ هرمون السعادة، وبالتالي تشعر بالإطمئنان والرضا والسعادة أثناء زيارتك لهذا الأخ. عندما طيب، إذا كانت الزيارات المادية لها فوائد، طيب كيف إذا كانت الزيارة هدفها الحب في الله سبحانه وتعالى، المحبة في الله؟ من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اثنان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. سبحان الله، ما هي علامات، يعني كيف تعلم أنك تحب هذا الشخص في الله؟
أول شيء أيها الأحبة، عندما تتجرد من المصلحة، عندما تصل لأكبر درجات التسامح معه، عندما تصل لأقصى درجات الكرم، لا تسأل، لا تفكر بالخسارة المادية، لأنك ربحت أخا في الله، وتذكرت أن الله تعالى سينصب لك منابر من نور يوم القيامة. يوم القيامة هناك أهوال أحبتي في الله، لا تظن أنه يوم سهل، ولكنه يوم عسير على الكافر وليس على المؤمن. يقولون تخوفون الناس، لا، الكافر سيكون خائفا، أصحاب العلاقات المادية البحتة الذين لا 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 يخرج منهم القرش إلا بالربا، يأخذون الربا، تجد أنه إذا أراد أن يسلم عليك يحسب هل له مصلحة معك أم لا. مثل هؤلاء الأشخاص إذا كانوا غافلين عن ذكر الله، وكانوا يعني ناسين وغافلين ولا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء سيكون يوم القيامة بالنسبة لهم عسير على الكافرين، غير يسير. إذن أيها، بينما المؤمن تنصب له منابر من نور، يظله الله في ظله. انظر أيها الأحبة كم هناك درجات عظيمة للمحبة في الله عز وجل، ينصب الله له منابر من نور، هناك غيوم تظله، هناك نور يسعى بين أيديهم ومن خلفهم، ويقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فعلامات الحب في الله أيها الأحبة سهلة جدا، وكل واحد منا يشعر بها، ولكن أين نجد هذا الشخص الذي نحبه في الله؟ يعني اليوم كثرة، للأسف كثرة العلاقات المادية. الحل الوحيد أن تتوكل على الله، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. لا تنظر عندما تنشئ علاقة مع إنسان، لا تنظر إلى الخديعة والمكر والأمور المادية وغير، لا، انظر لعلاقتك معه أن هذه العلاقة هي محبة في الله. سوف تجد أن الله ينير بصيرتك ويحذرك، وتجد علامات تحذير من الشخص السيء، بينما الشخص الجيد تجد أن هناك تقارب. هناك دراسة أيها الأحبة تؤكد أن الناس يتقاربون بناء على ما تم تخزينه في العقل الباطن لدى كل منهما. يعني أحيانا أنت تنفر من شخص، ترى شخص سبحان الله تنفر منه، وهذا يحدث معنا، وترى شخص أحيانا ترتاح له. طيب ما الذي يحدث في الدماغ والقلب وفي الذاكرة؟ العلماء يقولون إن كل الأحداث التي يمر بها الإنسان من صدق أو كذب أو ظلم أو أذى أو سرقة أو تكبر أو غرور أو إذاء للناس، كل هذه أو طمع أو جشع، كل هذه الأشياء تترك بصمات على وجهه الخارجي، وتترك أثرا في دماغه وفي الذاكرة العميقة التي يسميها أحيانا العلماء بالعقل الباطن. هذه الذاكرة العميقة أيها الأحبة، عندما أنت تصادف شخصا لديه ذاكرة عميقة مشابهة لك، تشعر بالاطمئنان له. ما الذي يحدث؟ هناك ما يشبه الموجات التي يطلقها الدماغ باستمرار، هي موجات كهرطيسية يطلقها دماغ الإنسان منذ أن يكون عمره 42 يوما وهو في بطن أمه، واعتبرها العلماء دليل على وجود الروح. هذه الموجات تنطلق لمسافات، ولكن تضعف بعد مسافة معينة، ولكن يتم تفاعل، هناك تفاعل بين هذه الحقول الكهرطيسية المحيطة بك والحقول الكهرطيسية المحيطة بهذا الشخص. فإذا كان هناك توافق فإنك تشعر بالارتياح من أول مرة، وإذا كان هناك تنافر سبحان الله تشعر أنك تنفر منه. فهذا الأمر مهم جدا أيها الأحبة. لذلك كبار رجال الأعمال وكبار الناجحين يقول لك أنا أتبع عاطفتي،
هذا تعبير مألوف لديهم. ما سر نجاح أتبع العاطفة؟ لأن العاطفة الصادقة حقيقة تصل للآخرين، وبالتالي إذا أردت أخي الحبيب أن تعيش حياة في قمة السعادة، هناك أنواع للسعادة. السعادة نتيجة مثلا المال، الأكل اللذيذ، المعاشرة الزوجية سعادة، أنواع كثيرة. ولكن هناك نوع من أنواع السعادة أعلى من هذه بكثير، وهي حلاوة المحبة في الله أو الحب في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين في الله عز وجل جميعا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.